كما قام معالي داتو سيري محمد نجيب بن تون عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا وبحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية ومسؤولين أو مسؤولون في المجلس بزيارة إلى مقر مجلس التنمية الاقتصادية، حيث اطلع على عمل المجلس وخطته الاستراتيجية. وخلال الزيارة استمع معالي رئيس وزراء ماليزيا إلى شرح من سعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية حول الدور الذي يقوم به المجلس في تعزيز ودعم التوجهات الاقتصادية لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك ومساعيها نحو تنويع اقتصادها، موضحا ما يقوم به المجلس من خلال هذه المرحلة من تكثيف جهوده في تعزيز الاستثمارات في الخدمات المالية وتكنولوجيا معلومات الاتصال والخدمات اللوجستية والتصنيع والسياحة. وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى أن هناك آفاقا واعدة ومجالات عديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع ماليزيا. من جانبه أعرب معالي رئيس الوزراء الماليزي عن سروره بزيارة مجلس التنمية الاقتصادية والاطلاع على تجربة المجلس في الترويج لكافة الفرص الاقتصادية الواعدة في البحرين في ضوء ما تحظى به من سمعة ومكانة مميزة، خاصة فيما تتبعه في من أنظمة وتشريعات منظمة للقطاع الاقتصادي والاستثماري.